مشاهدينا، فقرتنا الحالية هي جمالك في زينة. يمكن قلنا في بداية حلقتنا النهاردة ان احنا نتكلم على جزئية هامة جدا وهي خاصة باليدين. هل بيتم عملية التشويه دي في الحالة دي؟ هل بنعمل مثلا عملية جراحية بيكون فيها متابع مثلا من جراح عظام مع جراح التجميل؟ هل العملية دي بتتم بسلاسة؟ هل العيوب الخلقية بتعالج فعلا بشكل سليم؟ هيكون معنا في لقائنا الدكتور منير ويليام، أستاذ جراحة التجميل. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، يمكن في البداية احنا اتكلمنا على ان حضرتك بتقول ان في تشوهات عديدة جدا في اليدين، وبالتالي لازم نعرف الأنواع المختلفة ليها. تمام. هو في البداية تشوهات خلقية موجودة في اليدين بيكون ليها مجموعة كبيرة قوي من الأسباب، يعني الحكاية ما بتبقاش حكاية بسهولة كده. الحكايه الاولانيه، السبب الاولاني اللي هو زواج الاقارب. يعني ممكن تلاقي عائلات الاب او الام عندها اصبع زائد، وبعدين يجي الابن يتولد عنده اصبع زائد. انا مش بقول ده قانون، ولكن في عامل وراثي موجود بالنسبه لزواج الاقارب. الاحتمال وارد. احتمال وارد طبعا. الحاجه الثانيه، اصابه الام بمرض اثناء فتره الحمل، وبالذات مرض الحظوه الالماني. اذا اصيبت الام بالحظوه الالماني في اول شهر، نسبه التشوهات الخلقيه اللي ممكن تصيب ابنها 50%. يعني نص الاولاد مشوه. واذا اصيبت بالحظوه الالماني في الشهر الثاني تقل النسبه الى 25%، وفي الشهر الثالث تصل الى 15%. ده سبب ثاني. السبب الثالث اللي هو تعرض الام او الاب للاشعاع، يعني الام بتشتغل طبيبه اشعه او الاب طبيب اشعه او بيشتغلوا تكنيشن في الاشعه والحاجات دي كلها، تعرضهم للاشعاع نسبه حدوث تشوهات خلقيه وارد. السبب الرابع والاهم، وده يمكن اللي هو النهارده اتكلمنا فيه مع بعض، اللي هو تناول الام للعقاقير اثناء فتره الحمل. في مشهور، انا شفت نماذج كثيره جدا في المانيا، يمكن الكلام ده مثلا من يعني 15 سنه او اكتر، يمكن 20 سنه، وكان كف الايد بيكون هنا، او حضرتك بتقولي هنا، او احيانا الرجل نفس الموضوع. تمام. هو في عقار مشهور كان في المانيا في السبعينات كان اسمه ساليدا مايد. هذا العقار اذا تناولته الام في الفتره من اليوم ال 37 لليوم ال 54 في الحمل، هو الهدف منه كان مهدئ للام بالظبط، وكان بيتاخد فتره الحمل. نسبه التشوهات الخلقيه، شوفي يعني علمنا دوله متقدمه جدا، تكنولوجيا عاليه جدا، ومع ذلك هذا العقار كان موجود وبيتداول في الصيدليات واخذته كثير من الامهات، وبلغت نسبه التشوه اكثر من 60% من الاطفال في ذلك الوقت اللي تناولوا هذا العقار في وقت من الاوقات. وطبعا ده ادى تشوهات خلقيه كثيره جدا. صحيح. فهنا دي كانت كلها على بعضها مجموعه التشوهات الخلقيه، الاسباب اللي تؤدي ليها. لكن اذا اتكلمنا على ايه اشهر التشوهات الخلقيه اللي ممكن تصيب اليدين، تمام. التشوه الخلقي الاولاني هو وجود اصبع زائد. التشوه الخلقي الثاني هو التصاق في الاصابع. التشوه الخلقي الثالث اللي هو الاصبع العملاق. التشوه الخلقي الرابع اللي هو ما يسمى بالحلقه الخناقه. وفي مجموعه ثانيه من التشوهات الخلقيه ممكن نتطرق لها بعدين، زي ما انت سيادتك قلتي ان الايد تبقى فيه الساعد بالكامل مش موجود، ونلاقي اليد ملتصقه، او ممكن نلاقي الذراع بالكامل مش موجود وكف اليد موجود في الكتف، وهكذا. منتشره جدا في الفتره دي. تماما. طيب دكتور، نبدا بعمليه الصباع الزياده في الايد، بيتم التعامل معاه ازاي؟ هو انا سعيد جدا ان احنا نتكلم في الاصبع الزائد. الاصبع الزائد ده بيكون اساسا في نوعين من الاصبع الزائد. في اصبع زائد مكتمل النمو، بيكون عاده موجود جنب الاصبع الصغير، وده بيكون نفس العظام، نفس العظام موجوده ونفس السلميات بتاعه الاصبع ونفس العضلات، وملتصق بالكامل في الاصبع الاصغر. وفي نوع ثاني من الاصبع نلاقيه رخو ضعيف جدا، وموجود مجرد ان التصاق بسيط موجود جنب كف اليد. في نوع ثالث بنلاقيه من الاصبع الزائد اللي هو وجود ابهام زياده، وده اقل حدوثا من الاصبع الثالث العظمي اللي موجود ملتصق بالاصبع الاصغر. هنا دور جراحات التجميل بيفرق. هل بيكون معاه جراح عظام في نفس الوقت؟ معظم الحالات مش محتاجه لجراح العظام، لكن ما فيش مانع من وجود جراح عظام في وجود الاصبع الزائد الملتصق بالكامل. لكن في معظم الحالات كل اللي موجود عندك ان في اصبع بالكامل ملتصق بالاصبع اليد، بيتم استئصاله. هي المساله السؤال التقليدي جدا، امتى دكتور التجميل يتدخل جراحيا لمعامله هذا الاصبع الزائد؟ عاده اذا كان الاصبع الزائد كامل النمو ملتصق التصاق كامل بالاصبع الاصغر، يفضل التدخل الجراحي المبكر بمجرد ولاده الطفل. يعني ممكن الطفل عمره شهر اشتغل، ممكن عمره سنه اشتغل. طب وموضوع التخدير بيكون ايه تاثيره على الطفل؟ لا، لو الطفل عمره يوم او حديث الولاده ممكن تتخدريه، دي مش مشكله، لا يوجد اي مشاكل بالنسبه للتخدير ايا تكون نوعيتها طبعا. فهنا ننصح بالتدخل الجراحي المبكر لاستئصال هذا الاصبع الزائد
سواء كان بجانب الاصبع الاصغر او بجانب الاصبع الاكبر. اما بالنسبه للاصبع الرخو اللي هو بيكون موجود وملتصق مجرد وجود ندبة او شريحه جلديه موجوده، ده ممكن عمله في اي فتره سنيه تحت مخدر مضاد. لكن الاصبع المكمل للنمو لابد من التدخل الجراحي المبكر، لان ده بيأثر على حركه الايد. الطفل ده بعد كده هيكبر طبعا، هيبتدي اذا كان هيكتب باليمين او الشمال، ونسبه عاليه جدا من الاصبع الزائد بتكون في الاصبعين الاثنين، في اليدين الاثنين. يعني ده يؤثر بعد كده على حركه اليد، يؤثر عليه في المشي، يؤثر عليه في الكتابه وهكذا. طبعا ده بالنسبه لوجود اصبع زائد بالنسبه للطفل. الاصبع العملاق، الاصبع العملاق ده الحقيقه موضوع ثاني خالص، اللي هو جانتو، هذا الشاند فينجر او جانتو، لانه ممكن يكون اصبع عملاق في اليدين او اصبع عملاق في القدمين. في نوعين منه، في نوع ستاتيك يعني الام بتولد الطفل مجرد ما بنكشف عليه بنلاقي في اصبع عملاق موجود، ده مجرد ولاده الطفل موجود ويفضل ثابت ما يكبرش ولا يصغر في الحجم. وفي نوع ثاني دايناميك، الام بتولد الطفل ايديه سليمه. بتتعامل معاه ازاي في حاله الجراحه؟ النوع الثاني اللي هو اصبع موجود، الام ابنها ايديه سليمه، وبعد سنتين ثلاثه يبتدي اصبع يتضخم. في كلتا الحالتين لابد من التدخل الجراحي. التدخل الجراحي اذا كانت هذا الاصبع العملاق يعوق حركه اليدين، يمنع انقباض اليدين وانبساطها، يعوق الحركه بالنسبه للكتابه بعد كده، احنا بنتدخل مع الاصبع ده ونحاول نشيل الجزء المتضخم فيه. وقد يصل الامر، ان مش عايز الناس تتخض مني، انما قد يصل الامر الى حد بتر الاصبع. يعني هنا دي نقطه مهمه جدا، انه قد يوصل به التضخم الى درجه تعوق تماما كافه الحركه بالنسبه لليدين، يصل الامر ان احنا نصل الى في الحاله دي الاصبع. حضرتك بتستبدله بصباع اخر؟ في معظم الحالات لا يتم استبداله، ولكن بيتم التعامل مع كف اليد بحيث ان الايد تتحرك بهذه الاصبع الاربعه وتؤدي وظيفتها كامله. لكن احنا في الموضوع مش محتاج نوع من الاستهتار، محتاج ان مجرد ما بنلاقي في مشكله حصلت بالنسبه لاصبع ابنائنا لازم نتدخل، لان التدخل الجراحي المبكر بيفرق كتير. لان لو انتظرنا على طفل وصل لدرجه الاعاقه الكامله بالنسبه لليدين ايا تكون، ينتهي الموضوع ببتر هذا الاصبع. الاصبع الخناقه حضرتك اتكلمت عليها ان ليها علاقه بعقله الصباع نفسها. في حاجه اسمها الحلقه الخناقه، الحقيقه ده مرض غريب جدا شويه. ان تجيلك الام معاها طفلها ولد او بنت، هو نسبه حدوثه في الاولاد اكثر من البنات، لكن نبص نلاقي ان احد الاصابع فيه سلميه وقعت. يعني اليدين هنا احنا عندنا كل اصبع في ثلاث سلميات ما عدا الابهام في سلميتين. نبص نلاقي الام جايه لك في احد الاصابع في سلميه فقدت، في الاصبع الثاني في سلميتين، في الايد الثانيه في سلميه فقدت، وهكذا. بيكون بيحصل ايه؟ مرض من الامراض الغريبه اللي هو ما نقدرش نقول عمل وراثي قد ما نقول ان ممكن يكون في خلل في جهاز المناعه، احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش. بيحصل ان في تليف بيكون موجود بين سلميه وسلميه. هذا التليف بيبتدي يضغط بحيث انه يفصل السلميتين عن بعض، عن طريق انه بيضغط على الدم اللي داخل كل سلميه من السلميات، وينتهي الامر بفقدان هذه السلميه بالكامل وسقوطها بالكامل. الحقيقه جراحه التجميل هنا لازم يتدخل مبكر جدا. ازاي؟ ان في حلقه بتخنق بين السلميتين في اتجاه عرضي. احنا بنحاول نعمل تعديل لمسار هذه الحلقه بحيث ان احنا نكسر هذه الحلقه، نخليها تمشي في اتجاهات مختلفه، بحيث انه ده لا يؤثر على الدم اللي موجود في الاصبع ونحافظ على هذا الاصبع. وعشان كده انا بقول انا شفت الحالات دي كتير جدا وموجوده في اماكن محدوده. يعني والعمليات بتتم بنجاح، والعمليات بتتعمل حاجات بسيطه اسمها زيت بلاستيك، بس محتاجه دكتور يبص على المريض بسرعه من الاول، والام تتابع، لان كل شويه بتبقى سلميه حصل فيها حلقه خناقه، سلميه حصل حلقه خناقه وهكذا. هنا المباشره مع الطبيب مهمه جدا في حاجه زي الحاجات دي كلها. والحقيقه يعني في حالات كتير بنشوفها، انا مش بخض الناس، لكن انا عايز اقول ان الناس اللي بتخاف وما بتحاولش تاخد الاستشاره الطبيه المبكره بتكون نتيجه في ضد ابنائنا الموجودين وضد التشوهات اللي موجوده بالنسبه لهم وهكذا. دكتور منير، يمكن احيانا بنجد في حروق بيكون في الايد، لكن كيفيه التعامل مع هذا الحرق بيتم من خلال يمكن احنا بناخد اجزاء اخرى من الجسم بنستبدلها. هل ده موضوع سلس زي ما احنا يعني نتخيل ان هو موضوع مجرد استبدال لمنطقه لمنطقه اخرى؟ هو في البدايه كلمه حروق في اليد نقف عندها. لما نتكلم عن حرق موجود في الايد نقول هذا الحرق موجود عميق من الدرجه الاولى ولا الدرجه الثانيه، الاولى اللي هي تاخد طبقه البشره، الدرجه الثانيه تاخد البشره والادمه وتدخل على النسيج الرخو اللي تحتاني، الدرجه الثالثه قد تصل الى انها تاخد العظام ايضا والعضلات. فاحنا نقول هذا الحرق من انهي درجه؟ نمره اثنين الماده المسببه للحرق دي ايه؟
هل هي لهب؟ هل هي ميه بتغلي؟ هل هي ماده كيميائيه؟ هل هي حرق كهربائي؟ هل هي حرق ناتج عن طريق الاشعاع او الانابل الذريه او حاجات زي كده؟ فمن هنا نبتدي نسيطر على الحاله. حسب الحاله بتتعاملي معاها. لكن لنفرض ان احنا خلاص وصلنا لدرجه ان احنا هنعمل عمليه جراحيه وناخد رقعه جلديه من مكان نحطها في المكان الموجود فيه بالحاله. بتتم ازاي؟ دي في منتهى السهوله، انك انت عن طريق جهاز معين بسيط بتقدري تاخدي الرقعه الجلديه دي من اي مكان في الجسم. لكن الحقيقه دايما بنحاول المكان يكون قريب من المكان اللي رايح ليه. هل وارد ان الجسم في كل الاحوال يتقبله؟ يعني لو احنا هنعمل عمليه الزرع دي، هل ممكن هو ما يتقبلش هذا الجزء ولا لا؟ هي المفروض طالما من الجسم للجسم نسبه النجاح بتوصل ل100%. ده مش كده وبس، ده في حاجه اسمها بنك الجلد. ده احنا ممكن ناخد جلد من انسان ونزرعه لانسان تاني ويقبله 100%. ودي حاجة من الحاجات اللي هي جديدة. ممكن تبقى موجودة ويتعمل زي ما في بنك للعيون وبنك للقرنية، يتعمل بنك للجلد. تقدري تاخدي جلد من أي إنسان، لأن مثلا بيجيلك مريض عنده نسبة الحروق عالية جدا 60% 70%. ده إنسان يعني ما كانش يتسحب بسرعة بيموت على طول. هذا الإنسان ما فيش في جسمه جلد تقدري تاخدي منه عشان تغطي كمية الجلد المحروق. فما كنتيش هتستعيني بحاجات خارجية أو بجلد خارجي سواء كان من بنك الجلد أو حاجة زي كده. هذا الانسان ممكن يضيع منه. فاذا حكايه ان الجلد يقبل الرقعه الجلديه هذا الموضوع غير قابل للنقاش، لان المفروض نسبه النجاح احنا عندنا في الطب مفيش حاجه مطلقه، لكن في هذه الحاله لابد ان تكون مطلقه لانه من الجسم للجسم. ولو وصلت ان كمان باخد جلد من جسم ثاني نسبه قبول الجسم ليها بتبقى عاليه جدا. دكتور منير، يمكن احنا بنتكلم على زراعه الخلايا الجذعيه، يمكن ده مجال جديد، وانا عايز اعرف يعني مدى العلم وصل فيه لايه. يعني هل فعلا ممكن استبدال وجه؟ هل ممكن استبدال ايد؟ يعني ايه اللي وصل ليه العلم حتى الان؟ هو الحقيقه اللي احنا بنشوفه في الاعلانات دلوقتي خطير جدا. ان هي الناس بتستغل كلمه الستيم سيلز او الخلايا الجذعيه في عمل كل حاجه. يقول لك احنا هناخد الخلايا الجذعيه عشان نعمل كذا وعشان نعمل كذا وعشان هذا الكلام كلام غير علمي وغير سليم والغير مستقر حتى هذه اللحظه. كل من يتكلم في هذا الموضوع هو بيضحك على الناس بطريقه غير علميه مطلقه. الستيم سيلز طبعا هي معروفه، ده ثوره كبيره في عالم الطب ولازم نقف قدامها انحناء، ودي عظمه كبيره جدا طبعا. هذه الخليه التي تستطيع ان تتحور لو محتاج لوجه ممكن اخد ستيم سيل من جسم الانسان واحورها. هل ده وارد؟ هذا وارد حتى هذه اللحظه في نجاحات مبشره. في كلام مبشر موجود، ولكن ان اقول ان انا هاخد خلايا جذعيه اعمل بيها خليه فوق كلويه او هعمل بيها كلى او هعمل بيها كبد لهذا الانسان بطريقه معينه، هذا الكلام لا زال تحت التجربه. ولابد من الظروف العلميه والعلم الاخلاقي، يعني انت واخده بالك ازاي؟ يعني انا ما اقدرش العب بهذه الطريقه وابتدي اعمل حاجات ثانيه ضد القانون يعني. الاخلاقيه بتاعت البشريه اللي احنا موجود فيها. فانا الحقيقه عايز اقول هذا هو علم المستقبل، وفي ثوره كبيره جدا بتتعمل في الخلايا الجذعيه. ولكن حتى هذه اللحظه ان انا اتكلم ببساطه واقول ان انا بالخلايا الجذعيه هشد الوش وحد كريمات فيها الخلايا الجذعيه اللي بتعمل نضاره للبشره وحد كريمات اللي فيها الخلايا الجذعيه اللي بتشوف اعلانات كده كتير تكبر الثديين وتبتدي تعمل تنشيط للثديين وتبتدي تعمل تنشيط جنسي والكلام اللي مش مظبوط ده، هذا الكلام لعب بمشاعر الناس، وللاسف الاعلام ما فيهوش كنترول للدرجه القويه. لكن فرصه من خلال عمليه الوعي إن احنا لازم يكون في وعي بالظبط. هذا الكلام هو املنا في المستقبل وهو العظمه والثوره القادمه في الطب، ولكن ليست بالسهوله بتاعت الاعلانات اللي احنا بنشوفها. صحيح. دكتور، ننتقل الى عمليه الوشم. يمكن احيانا بنجد ان في ناس بتستخدم هذا الوشم بشكل بسيط جدا، ولكن بتحب ان هي فيما بعد تزيل هذا الوشم او علامات. شوفي سيادتك، الوشم انا بقسمه لثلاث انواع. في الوشم الغير منتظم اللي هو ايه؟ واحد اصيب في حادث في الطريق وبعدين ابتدى جلده يحتك بالاسفلت بتاع الطريق وبعدين الجرح التئم فلقينا فيه لخبطه تحت الجلد، ده نوع من الوشم. وفي الوشم اللي هو بيتعمل في ليله الحنه وفي الجمال والستات بتجري وراه، ده نوع من الوشم. وفي نوع تاني من العمليات الجميله اللي تشبه الوشم اللي انا بستخدمها في علاج البهاء اللي هي اسمها مايكرو بيجمنتيشن، اللي هي انا باخد خلايا صبغيه نباتيه غير نشطه وابتدي اتعامل مع الجلد اللي فيه فقدان للبشره البيضاء اللي موجود في الجلد وازرع هذه الالوان عشان درجه اللون، عشان ادي لون مقارب للون الجلد. دي ضمن عمليتين بيتعملوا في علاج البهاء، واحده اسمها مايكرو بيجمنتيشن اللي هي تشبه الوشم اللي هي زرع الالوان اللي انا بقول عليها،
وحاجة تانية اسمها سيلور امبلانتيشن اللي هو زرع الخلايا. انا كل الكلام ده بقوله ليه؟ لان هرجع للوشم الدائم. في وشم البسيط اللي احنا بنعمله في ليله الحنه واسبوع اسبوعين يختفي، ولكن في نوع تاني من الوشم اللي بنشوفه في التلفزيونات وفي الناس اللي بتبتدي يعمل وشم دائم بالوان مختلفه. قد يكون لون ازرق، قد يكون لون اسود، قد يكون لون احمر. هل ده خطير؟ الحقيقه الخطوره فيه كالاتي: اولا اذا كانت الابر غير معقمه ده ممكن ينقل كل الامراض بما فيها الوباء الكبد الفيروسي بما فيها الايدز. دي نقطه، يعني من تجميل الى يعني مرض مزمن. هيقولوا لي هناخد ابره معقمه وجديده، كويس، لكن هذا الانسان اذا فكر في لحظه انه يشيل الوشم، هنا بتكون الطامه الكبرى، لان في اجهزه متخصصه من الليزر عشان اشيل هذا الوشم. اذا كان الوشم متعدد الالوان ففي ليزر متخصص للون الاسود وفي ليزر متخصص. هل من خلال بيجمنتيشن ولا ان هو بيزيل هذا اللون؟ يعني بيبقى بيجمنتيشن يعني تلوين مثلا ولا بيتم ازاي؟ لا بيكون عباره عن نوع من الليزر. فكرته ان هو متخصص، شعاع متخصص بيدخل تحت الجلد يتعامل مع لون محدد. يعني مثلا لو في شعر زائد موجود في الوجه او الذقن ليه نوع معين من الليزر بيدخل تحت الجلد للون الاسود يحرقه. لو انا عندي وشم لونه اسود في شعاع متخصص يدخل للون الاسود بس، يعني لو عندي واحد عامل وشم ثلاث انواع اسود واحمر وبني مثلا، كل أو لون ليه كل لون ليه ليزر متخصص ليزر. اذا جاء الوشم بتاع اللون الاسود ودخل على الاحمر ما يعملش حاجه. وبالتالي هذا الانسان في ازاله الوشم اللي بيتكلم عليه ده، اولا هذه الاجهزه غاليه جدا مش موجوده في مصر غير في اماكن محدده، ثانيا تكلفتها عاليه جدا. فهو صرف كام عشان يعمل وشم، وهيصرف كام عشان يشيل الوشم، وهل هذه الازاله هتسيب اثر ولا ما تسيبش اثر؟ دي مشكله عنيفه جدا. واخد بال سيادتك ازاي؟ عشان كده انا دايما بنصح ان اذا فكرنا في الوشم فبيبقى الحاجات البسيطه. والحقيقه يا استاذه برضه في مشكله ثانيه انا بشوفها وبشوفها كتير قوي بتمر عليا، ان حتى الناس اللي بتعمل الوشم اللي هو المفروض بيتشال ابتدوا يحطوا له مواد نشطه تخليه يقعد فترات اكتر، يستمر اكتر. فبتكون من ضمن هذه المواد مواد بتتفاعل مع الجلد، فدي لك الست اللي عامله وشم في دراعها في عباره عن الوشم اتشال ولكن منظر الورده موجود في الايد، فنوع من الاكزيما او الارتكاريا الموضعيه او الكونتاكت ديرماتايتس الموضعي اللي ممكن تفضل مع المريضه طول عمرها. لأن من عمليه تجميل الى عمليه تشويه وبتحاول انها تشيلها بيبقى صعب جدا ازالتها. يعني الحقيقه استفدنا جدا من لقائنا مع حضرتك دكتور منير ويليام، الحقيقه استاذ جراحه التجميل، حديث شيق وممتع ومفيد الحقيقه. شكرا جزيلا لحضرتك، ونلتقي والفقره القادمه هتكون اتيكيت الزياره، هكون مع زميلتي العزيزه انوار.